بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم أجمعين. أما بعد، ألفت هذه الرسالة وسميتها الإعصار في علم الأخبار وتفهيم المعاند أقسام الواحد، والذي بعثني على الكلام في الأخبار وأقسامها حسام الحمايدي، نشر منشورا على قناته بأن الرازي يهدم علم الحديث، وذكر الفصل 31 من كتاب الرازي تأسيس التقديس، وذكر كلاما للرازي مفاده أنه لا يجوز أن يتمسك بأصل الدين في خبر الواحد. عنون هذا المنشور حسام الحمايدي بأن الرازي يهدم علم الحديث عند المسلمين. وتكلم كلاما نسبه إلى المتكلمين. مدار هذا الكلام أولا أن المتكلمين يقولون أن خبر المتواتر يورث العلم، وخبر الأحاد يورث العمل ولا يورث العلم، فكلامه يشير به إلى الإنكار عليهم بهذه التفرقة. والأمر الثاني أنه قال بأن أصل الدين، أن أصل ديننا قائم على الأحد. والأمر الثالث أنه لا يجوز أن نرد خبر الواحد. فلأجل ذلك قمت بهذا البحث وألفت هذه الرسالة لأبين الخلل في كلام حسام الحمايدي، وأن ما قاله الرازي على نوع من أنواع علم الأحد، يعني هذا خبر الأحد أقسام، في نوع منه تكلم فيه الفخر الرازي أو تكلم عليه، وأن كلام الرازي في تأسيس التقديس هو عين مذهب الإمام الشافعي في كتابه الرسالة.